يمكن طبعا بعد ما شفنا بداية رامي وكلمنا مع أستاذ أمجد عن بداية رامي جات إزاي، شفنا الملعب اللي بدأ عليه وحكلنا كل ما يتعلق به بداياته. دلوقتي جه وقت الحديث عن الموضوع اللي بيهم الكثير جدا في مصر، منتخب مصر. يمكن كتير جدا بيبعتولي بيسألوني رامي أخباره إيه، هينضم مش هينضم. نفس الكلام بالنسبة للأستاذ أمجد، الناس كتير بتبعت له وبتسأله رامي ليه ما انضمش لمنتخب مصر. طبعا قالك بموضوع الاولاء وكده، بس طبعا حضرتك اول ما حاجه ما بعت لي، طبعا اول حاجه انا حزين، حزين جدا بموضوع ان الناس في مصر، انا حياه كل الناس حزينه ان رامي، وانا كمان انا نفسي حزين جدا ان طبعا ان الناس في مصر ما اهتمتش بالموضوع قوي ان هم يخلصوا الاولاء بتاعتهم. البدايه اصلا ابتدت حضرتك لما بعت، طبعا حضرتك كلمتني وكده في التليفون وقعدت تقول لي ابنك لمصر مش مصر، قلت لك طبعا مصر امنا، وقال لي لا هيجي ومش هيجي، وانا كلمت مع كابتن ربيع قلت لك اوكي ما فيش مشاكل. حضرتك حتى كلمت الاتحاد، كان لسه اتاخر في الفاكس، وحضرتك كلمت منتخب، كلمت عند مدير النادي كلمته، كلمت المتعهد بتاعه واتفقنا، وقال لك خلاص اوكي. وانت حضرتك بيت شمال يمين لحد ما هتصرف. لا حاجه، احنا كان عندنا هدف ان احنا عايزين، لان عند رامي بصراحه لعيب مش قليل، ده حقيقه مش عشان حضرتك يعني معايا. رامي فعلا من اللعيبه، من اهم اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفتره اللي فاتت على موقع اي بي ارينا. فكان لازم ان احنا نحاول احنا نعمل مجهود شويه زياده عشان نقدر نخليه يجي يلعب منتخب مصر، خصوصا انه بيلعب اساسي في منتخب المانيا، لعيب كبير. ونزل طبعا حضرتك، طبعا ونزل طبعا مصر، وما بعد حضرتك ما خلصت موضوع الاولاد بتاعته كده بالفاكس، نزل طبعا مصر. طبعا احنا نزلنا مصر لان الكابتن طبعا حاجه كانت يعني حاجه مشرفه جدا، ده يزيدني شرف طبعا الكابتن ربيع ياسين ويستناه في المطار. رحنا طبعا لقينا نفسنا في المطار، وخدنا من المطار وكان حاجزين لنا بتاع التمويه، كان حاجز لنا اسبوع وبتاع، ورحنا هناك وقال لي خلاص من اولها، ويومين قعدنا اتعشينا مع بعض وقال لي احنا هنبتدي نخلص اوراق ياسين، قال لي معاك الاوراق، قلت له معايا الاوراق اهي، وقال لي خلاص اوكي. وكان معانا واحد اسمه احمد فوزي، عميد احمد فوزي الجهاز الفني، عميد احمد فوزي، وقال لي خلاص اوكي، اديت له الاوراق وكله تمام، وقال لي خلاص احنا نبتدي ايه من بكره. فقال لي لا صحيح، ده فارس ياسين، فارس عبد الله، ياسين عبد الله جاي، وفارس لا هنخلص لهم الاوراق. طيب الاول عشان تقعد اسبوع، الناس دي قاعده يومين، قلت له اوكي ما فيش مشاكل. قعدنا اسبوع، قعدت 3 4 5 ايام وما فيش حد طبعا اتكلم معايا في الموضوع ده، وانا ما اتكلمتش مع حد خالص. فجيت قبلها بثلاث ايام، انت بتسالني ايه النظام، ايه الموضوع، ايه وكده، قلت لك ايه في ايه، ما حدش قال لي يعني الاوراق اتعملت فيها ايه، قلت لهم ما حدش، هم اتفقوا معانا طبعا، مش هرمي بلاعي على الناس اقول لهم ها يلا نعمل الورق، المفروض انا اقول لهم كده، بس انا شايفهم هم كلهم مشغولين في حاجات ثانيه. فطبعا هو الحقيقه يعني في النقطه دي تحديدا، يمكن لما حضرتك اما سالت حضرتك وحضرتك قلت انه لسه ما فيش حاجه، انا اتكلمت مع كابتن ربيع في وقتها على طول بعد ما قفلت مع حضرتك، الراجل قال لا ازاي، وده احنا بالعكس احنا عايزين نخلص الاوراق، طب هو ما اتكلمش معانا ليه؟ ففعلا لما بلغت حضرتك اتكلمت مع كابتن ربيع على طول، وانا عارف ان هو في ساعتها اتكلم مع الناس في الجهاز الفني واتكلم معاهم في ان هم يجروا بسرعه يخلصوا الاوراق، والناس اتصل بيا وكده، وكابتن ربيع قال لي ازاي، المهم قلت له اوكي ما فيش مشاكل. تاني يوم رحنا عشان نبتدي نشتغل في الاوراق، فقال لك لا ده في حاجه من جده سائق كده، مشكله طبعا مواليد اسوان، دول مواليد اسوان بيحسبوهم انهم سودانيين، فبيقول لك لا ممكن ما يكونش يعني سوداني، ما يكونش مصري يعني. قلت له ازاي، ده انا والدي كان شغال في حته حساسه في مصر طبعا وكده، وانا دخلت الجيش، وازاي وانا معايا باسبور مصري يعني. الراجل في بتاع يقول لي انت مصري مش مصري يعني، قلت له والله ساعتها يعني زعلت، يعني دي حاجه يعني بجد احنا عايزين يعني نلقي الضوء عليها، سواء بالنسبه لرامي او استاذ امجد او حتى لغيره، لان اكيد في ناس كتير جدا بتعمل نفس المشكله. يعني واحد جده سائط قيد ووالده مصري وجده مصري، طب سقط قيده يبقى الناس ما تعترفش ان هو مصري؟ وكان شغال كمان في، هل دوله زي المانيا تعترف بيه وتهتم بيه ويبدا هنا في المانيا يعيش، في المانيا تاخده وتهتم بيه وترعاه، وبلده الام او بلده اصله ما يعترفوش بيه؟ يعني حاجه فعلا بجد نفسنا يعني البيروقراطيه في مصر، ونفسنا نتخلص من الاشكال دي من البيروقراطيه الحقيقه. انا قلت خلاص مفيش مشاكل اوكي، طب هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال لك طب روح طلع بطاقه. طبعا انا رحت طلعت انا بطاقه بنفسي، ما حدش طبعا سالني فيها خالص، وانا رحت طلعت البطاقه وعملت توكيل للكابتن احمد فوزي اللي شغال في الاداره معاهم في اداره المنتخب في الجهاز الفني. الجهاز الفني عملت له توكيل وقلت له خلاص اوكي حضرتك تروح تستلم البطاقه وتخلص بقى الاوراق، وسبتها معاه وكله تمام. وكابتن ربيع قال لي خلاص ده ياسين معانا ومش معانا اوكي، قلت له مفيش مشاكل وسافرت وجيت المانيا. بعد شهر بالظبط، بعد شهر او 40 يوم اتصل بالكابتن ربيع. الكابتن ربيع ياسين قال لي
قال لي اه ذاكر احنا بنخلص في الاوراق بتاعته مش خلص في الاوراق بس في حاجات ناقصه ايه هتصل بيك تاني. طبعا الكابتن ربيع قال لي هتصل بيك تاني، استنيت قال لي هتصل بيك بكره ما اتصلش بيا تاني يوم، طبعا ما اتصلتش انا بيه. بعد كده طبعا انت حضرتك كلمتني وقلت لي ايه اللي حصل وبتاع، قلت لك حصل كذا كذا كذا، قلت لي الكابتن طبعا الكابتن ربيع قال لك هتصل بيك، اتصل بيك اتصلتش بيا الكابتن ربيع اول يوم سكت، فانت قلت لي لا ده احمد فوزي هيتصل بيك او حاجه زي كده، تعالى كده رحت انا قلت لك اوكي انا اتصلت، رحت انا اتصلت باحمد فوزي. بعد يومين ثلاثه ما لقيتش حد احمد فوزي اتصلش بيا، لان انت حضرتك الكابتن ربيع قلت لي ان قال لك ان احمد فوزي هيتصل هيكلم ما كلمنيش طبعا ولا احمد فوزي، اتصلت بيه يا كابتن احمد هنعمل ايه؟ بقول له على السلام عليكم ازيك حضرتك ايه الاخبار وبتاع، بقول هنعمل بقول له هو احنا هنعمل ايه فرق يا سيدي؟ طبعا قال لي الكلمه دي اتصدمت، هنعمل ايه فرق يا سيدي؟ انا ما انا عامل لك توكيل ليه؟ بالك 40 يوم الولد عندي، انا ما قلتوش طبعا الكلام ده، فطبعا بطريقه ظريفه لان انت بقول لحضرتك احنا ما نمشيش يعني ما نمشيش يعني مش عايزين نقول ان هو حضرتك ساعتها قلت لي ان هخلص الاوراق، قلت لي ان انت تعرف حد هيخلص لك الاوراق وطلبت مني اني اخد الورق. انا قلت كده بس ما حدش ولا في حد خلص. انا طبعا حزنت في الموقف فاستغربت على طول، قلت له اوكي، قلت له خلاص انا في واحد ياخد فلوس، في واحد ياخد فلوس وهو اللي هيخلص لي الورق. طبعا ولا في واحد ياخد فلوس ولا بتاع، رحت انا طبعا واخد الاوراق قلت لحضرتك هات الاوراق، انت حضرتك كمان كنت تعرف الموضوع ده، انا خدت الاوراق قلت خلاص طبعا هو الموضوع ما خلصش. فقعد بعد كده يقول لك في اوراق ومش في اوراق تخرج، قلت له خلاص الموضوع بالنسبه لي منتخب مصر اقول لهم شكرا. انا بالنسبه لي ان الكابتن ربيع يعني هو بيعمل المستحيلات طبعا في مصر وراجل بقمه الاخلاق مهمه الدين، بس بالنسبه لي انا ان هو عمل التوته وحط عليها ملح، يعني ايه يعني بالنسبه لي عمل حاجات حلوه كتير وفي الاخر ما كملش الحاجات الحلوه اللي هو عملها. هل ممكن كانت خارجه عن ارادته؟ ممكن تكون لان هو الصراحه هو عنده اللي انا شفته يعني اتحاد الكوره مش معاه، اتحاد الكوره تعبه، الاتحاد الكوره صراحه يعني مش مدي الكابتن ربيع حقه، لان الكابتن ربيع يعني حاجه راجل لعب وخد بطولات افريقيا لعب كاس عالم يعني راجل قمه من الاخلاق، والمنتخب ما ادالوش يعني الاتحاد ما ادالوش حقه ان يمشي مع الناس دي ازاي، فهو عنده مشاكل، فطبعا المشاكل دي بتعمل مع ناس كتير، فهو يفتكر لمين ولا لمين. فطبعا انا طبعا بشكر برضك الكابتن ربيع ياسين، بس هو حضرتك ما كملش الموضوع لحد النهايه، لان انا طبعا ابني ضاع منه حاجات كتير جدا. المنتخب يعني هو استغنى عن منتخب المانيا اوكي ما فيش مشاكل قلنا نضحي عشان منتخب مصر، دلوقتي بقى يلعب ولا يلعب في منتخب مصر ولا بيلعب في منتخب المانيا، يعني السنه دي الكابتن بتاع المنتخب الالماني قال لي انت كده اللي انت عملته معانا يعني طبعا طبعا اكيد مش هياخده. حتى انا يعني انا برضو كمان يعني حاسس بصراحه بالذنب تجاه رامي، لان كنت سبب في نزوله لمصر وانه ساب منتخب المانيا. الحقيقه ده كان احنا كان فعلا همنا وهدفنا ان احنا نعمل حاجه لمنتخب مصر، فيعني حاجه طبعا تزعلنا جدا. احنا كنا نفسنا نشوف رامي بيلعب بقميص منتخب مصر التيشيرت الاحمر متالق مع منتخب مصر بيحاول انه يساعد في وصول مصر كاس عالم، احنا ما بنوصلش كاس عالم لما نلاقي عندنا لعيب زي رامي زي الشعراوي زي الكسندر، لعيبه كتير جدا متالقه في اوروبا، اللعيبه دي خسرنا الشعراوي، كان نفسنا ان احنا يكون عندنا رامي نلحقه، نلحق الكسندر، نلحق فارس، نلحق عبد الله ياسين مكسر الدنيا في فرنسا، كان نفسنا يعني ده هدفنا ان احنا اللعيبه دي اكيد هتقدر تساهم في وصول مصر كاس عالم. احنا ما بنوصلش بقالنا انا على العموم بالنسبه لي موضوع مصر ده خلاص، يعني انا بشكر جماهير مصر جدا وبشكر الكابتن ربيع وبشكر المسؤولين في مصر، بشكر حضرتك وبشكر كل واحد سالني على ياسين، وبالنسبه لي الموضوع كده يعني انا خلاص استغنيت عنه، وانا اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقك كابتن ربيع انت والفريق بتاع منتخب 20 سنه ان شاء الله تاخد بطوله افريقيا وان شاء الله توصل كاس العالم يعني الاحسن مركز، واتمنى ان انت تاخد منتخب مصر لان انا بلدي اتمنى منتخب مصر ان شاء الله ياخد كاس العالم وتبقى دي حاجه تفرحني. وبعدين منتخب مصر ما بيقفش على لعيب واللعيب ما بيقفش على منتخب، ما فيش اي لعيب بيقف على نادي على منتخب ولا النادي، يعني ما فيش مشكله ياسين لعب معاهم ما لعبش معاهم انا ما عنديش مشاكل، بس دي مصر بلدي انا بحب لها الخير وانا احب مصر كل الخير ان شاء الله، وانا اشكر حضرتك جدا بجد بالاهتمام يعني ده اقل حاجه احنا ممكن نعملها لبلدنا. لكن هل ممكن لو في كاس العالم كابتن ربيع بعت مثلا فاكس لضم رامي في حاله لو اوراقه انتهت انتهوا منها او حاجه، هل ممكن يجي يلعب منتخب مصر في كاس عالم؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان دلوقتي انت يعني دلوقتي بقى هو عنده مشكله مع منتخب المانيا بسبب موضوع منتخب مصر، فانا دلوقتي تاني ان انا ارجع اجازف المجازفه دي تاني ويبقى بوظ عليه السنه الجايه كمان، يعني هو السنه دي خلص طلع منه كاس عالم وبطوله اوروبا وكاس عالم اوكي ما فيش مشكله، بس السنه الجايه بيبقى فيه مدرب كل سنه بيبقى فيه بيتغير المدرب بتاع المنتخب فالسنه الجايه بقى يبقى هو ان شاء الله المدرب ده بتاع اتغير طبعا بمستوى الحمد لله هيثبت نفسه ان هو هيعرف يلعب في منتخب المانيا. اما منتخب مصر انا اشكر كل من ساهموا في موضوع ياسين، يعني اشكرهم من اصغر واحد لاكبر واحد في مصر،
اشكرهم جدا، واشكر الكابتن ربيع ياسين، واشكر حضرتك، واشكر المسؤولين، واشكر اتحاد الكوره اللي هو ما عملش حاجه يعني، المفروض ما اشكروش، بس ربنا يسهل لهم، وهم اللي مبوظين البلد يعني. بقول لحضرتك الصراحه يعني اللي انا بشوفه يعني الكابتن ربيع ياسين طالع، حضرتك طالع مع الكابتن ابن الكابتن حسن شحاته، كريم شحاته هيطلع معاه، بيترجى اتحاد الكوره ازاي عمرو ربيعه يبقى عنده ماتش، رامي ربيعه عنده ماتش هنا ياخده هنا، لازم يريح اللعيب ده، لازم الكابتن ربيعه ياخد الفريق ده يجهزه عشان يروح ياخد بيه بطوله افريقيا، يروح ياخد بيه كاس العالم. الكابتن ربيعه معاه لعيبه يعني اللهم صل على النبي، لعيبه تتحط يعني، لعيبه جامده جدا، لعيبه عالميه، بس ما حدش مهتم بيهم يعني. ما قلتش لحضرتك اكتر من كده. انا بس عايز يمكن قبل ما اختم بس النقطه دي، عايز اوضح حاجه مهمه جدا للساده المشاهدين، يمكن كتير جدا ما عرفوهاش، انا شخصيا ما كنتش اعرفها، عرفت المعلومه دي من حضرتك. بالنسبه لرامي ياسين غندور، يمكن انا واحد من الناس قلت ممكن لو ما انضمش في الوقت الحالي قد يكون في فرصه انه ينضم بعد كده مع حتى المنتخب الاول، لكن الحقيقه الصادمه والمفاجاه الصادمه اللي عرفني بيها الاستاذ امجد انه القانون في المانيا ان القانون في المانيا نقطه مهمه جدا لازم الناس تعرفها، من سن 18 سنه ما ينفعش اي مواطن الماني يحتفظ بالجنسيه المصريه بجوار الجنسيه الالمانيه، لازم يتنازل عن احدى الجنسيتين. دلوقتي في مدينه هوفنهايم الالمانيه، طبعا رامي بيلعب في نادي هوفنهايم الالماني، عشان كده احنا موجودين هنا وهندخل نشوف يمكن ده منزل رامي، هندخل له دلوقتي مع بعض وناخده ونروح النادي ونقضي معاه اليوم ونشوف بيقضي يومه ازاي، يمكن ده منزل رامي لو حابين نشوفه على الشاشه، ندخل ونروح نقضي اليوم مع رامي ياسين غندور، يلا بينا ندخل لرامي. يمكن يا جماعه اللي احنا شايفينه هنا يمكن مكتوب، انا عايز لو نيجي بالكاميرا هنا، مكتوب نادي، اسم نادي هوفنهايم، وهنلاقي مكتوب اسم رامي غندور والعنوان. عموما اللي بيعيش فيها رامي ياسين غندور في مدينه هوفنهايم، يمكن هو معاه اثنين زملائه في نفس الفريق، في موجودين معاه في نفس البيت، كل واحد منهم ليه غرفته المنفصله، ودي هي اوضه رامي. سو هاو ار يو رامي؟ I'm fine, thanks, and you? Thank you, I'm fine. So Rami, could you please describe for us why do you put these flags of these clubs here? When I was a little bit younger, we play against these teams, and after the season when it was ending, we can choose from which teams we want to take, and I choose these teams because I think they are good teams, and انا طبعا يمكن بساله بقول له اشرح لنا ايه ليه انت حاطط اعلام الفرق دي، يمكن شايفين علم بي اس في ايند هوفن، شايفين سلافيا براغا، شايفين فاينورد، باير ليفركوزن. عموما سالته ليه هو حاطط الاعلام دي هنا، فقال انه لان هو لما كان اصغر شويه كان لما بيلعبوا الفرق دي في بيجوا في نهايه الموسم بيجوا يقول لهم بتحبوا تاخدوا اعلام مين من الفرق اللي انتوا قابلتوهم، فهو اختار الفرق دي لانه شايف ان الفرق دي فرق من الفرق القويه جدا. What about this one? This is a few medals we got from the tournament when we won or when we get the second place. طبعا هو بيقول انه الميداليات دي خدهم لما كان بياخد احسن لاعب او لما كان بيكون في ترتيب للفريق بتاعه في البطولات المختلفه اللي بيشارك فيها كان بياخدوا الميداليات دي. كمان عايز هنا نوري بس حاجه، يمكن احنا شايفين هنا صوره رامي وهو صغير، في كمان هنا الصوره دي كان لازم تكون معاه. How old was you in this I think I was 10 years or 9, 10 or 11 years.
يعني هو يمكن هو بيقول كان عنده في الوقت ده حوالي من 9 ل 10 سنوات. And this one I was 13 or 14. 13 وهنا يمكن كان عنده 13 سنة. هنا أعتقد كنت مع he was with Hoffenheim also. No no this, this was with my school. I was in a sports school and yeah. we won a tournament and yeah. يمكن انا بساله السؤال ده كان برضه مع فريق هوفنهايم، ولكن هو بيقول لا دي ما كانتش مع هوفنهايم، دي كان مع المدرسه بتاعته، ودخلوا كانوا داخلين برضه بطوله او دوره يمكن فازوا بالبطوله. هنا برضه كمان احنا شايفين قدامنا على الشاشه في مجموعه كؤوس، نحب برضه رامي يشرح لنا الكؤوس دي كانت بتاعه ايه. So Rami, can you describe for us for what was or for what you take you have taken these cups? Yeah, when I was younger with my teams, we play a lot of tournaments, and we get the, here's the second place. هو يمكن بيقول لما كان صغير لعب مع كان بياخد بطولات كتير مع فريقه، الكاس ده كانوا واخدين المركز الثاني. Yeah, and here's the fifth place. ده كان المركز الخامس. Here's the first place. ده المركز الأول. And this was only and at the end of the season they want to give us this. دي كان في نهاية الموسم وكانوا بيحب يعني كانوا مديهم زي هدايا أو سوفينيرز في نهاية الموسم. Here we got the first place. والكاس ده كان المركز الأول. With which team? I think it was with Hertha BSC. Hertha Berlin. Yeah. ده كان المركز الأول مع فريق Hertha Berlin in the league. No, in the tournament. طبعا كانت دورة ودية مع هرتا برلين، خدوا المركز الأول بالنسبة للكاس ده. Here I got the best player. وده الكاس ده هو كاس أحسن لاعب. Yeah. How old was you when you got this cup? 11 years I think. يمكن الكاس ده بيقول هو خد أحسن لاعب وكان وقتها عنده حوالي 11 سنة. Yeah. Here we got the second place again. والكاس ده كان خدوا حصلوا على المركز الثاني. In the first place and the first place. والكاسين الاخيرين كانوا الاثنين للمركز الاول. كمان انا شايف هنا يمكن رامي حاطط طبعا احنا شايفين صفات الفرد المسلم، قوي الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر. يمكن الحمد لله ما شاء الله ربنا يحميه، يعني الولد برضو مهتم بالديانه بتاعته وتعليم الدين بتاعه محافظ عليها، رغم ان هو يمكن حتى انا عايزكم لو تجيبوا هنا هتلاقوا في مصليه حتى وحطيتها على طول على الارض. يمكن يعني الحمد لله ربنا يحفظه، رغم ان هو في مدينه او في بلد يمكن تكون بلد اوروبي لها عادات وتقاليد مختلفه، الا ان هو بيحاول انه دايما يحافظ على عاداته وتقاليده وتعليم الدين الاسلامي. طبعا ده كان منزل رامي شفناه مع بعض بعد ما شفنا منزله في برلين. يلا بينا نروح، لان طبعا رامي عنده تمرين في الجيم، نروح مع بعض نشوف رامي وهو من داخل صاله الجيم ونكمل معاه يومنا ان شاء الله.